هدفنا في هذا النضال الوطني المستمر أن يتحرر أسرانا وأن يكون لنا دولة فلسطينية مستقلة. ولا شك قيادتنا الفلسطينية وعلى رأسها السيد الرئيس أبو مازن وكل القيادة في فصائل العمل الوطني حقيقة يعني هم يناضلوا من أجل قضية وطنية عادلة، وهدفهم وأولوياتهم الأساسية في كل القضايا السياسية سواء بالمفاوضات أو في كل القضايا الوطنية هو الإفراج عن أسرانا. وحقيقة هذا الاعتصام لا شك يعني اللي طبعا لا يليق بأسرانا بحجم نضالاتهم وتضحياتهم، لكن هذا نوع من التضامن الوطني من كل مؤسساتنا وفصائلنا. نتمنى أن يكون حشد أكبر شعبي لأوسع قاعدة جماهيرية وطنية بالنضال المستمر من أجل تحرير أسرانا، لكن هذا التراجع الوطني وهذا حقيقة العزوف عن كثير من القضايا. لكن نتمنى من كل فصائلنا في العمل الوطني ومؤسساتنا أن يكون هناك حنكون للقاءات جماهيرية أوسع تليق في نضالاتنا. وحقيقة القيادة والشعب الفلسطيني وكل مؤسساتنا في وسط العالم تأمل يعني بكل جهدها لتدويل هذه القضية في كل المحافل الدولية اللي كفلتها إن طبعا كل المواثيق الدولية في مجلس الأمن والمواثيق الدولية سواء اتفاق جنيف الأولى والثانية والرابعة هي نحن نناضل من أجل قضية وطنية وعادلة. وبالنهاية المطاف هدفنا هو تحرير أسرانا وإقامة الدولة الفلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.